الرابعة بتوقيت الجزائر نشرتنا للأخبار. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، والبداية بأبرز ما فيها. تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا وتكثيف الجهود نصرة للقضية الفلسطينية في صلب مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. مجلس الأمة يصادق على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ووزير العمل ينوه بدور المنظمات النقابية في مواجهة الرهانات الكبرى. نتابع في الشهر الفضيل استحداث أول أرضية لتغليف وتوضيب المنتجات الفلاحية موجهة للتصدير عبر السوق الجهوية للخضر والفواكه بقلمة. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. بداية، تلقى مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم. بدوره هنأ السيد الرئيس أخاه الرئيس أردوغان والشعب التركي بذات المناسبة. رئيس الجمهورية التركية الشقيقة جدد شكره للجزائر على وقوفها إلى جانب تركيا منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال الذي ضرب مناطق من البلاد منذ أسابيع، لا سيما الدور الكبير الذي لعبته فرق الإنقاذ للحماية المدنية. وإلى جانب متابعة ملفات التعاون الثنائي، فقد قرر الرئيسان تكثيف ومضاعفة جهودهما معا لنصرة ودعم القضية الفلسطينية. برلمانيا صدق اليوم أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح جوجيل بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذا القانون من شأنه تعزيز حرية العمل النقابي وتفعيل دور المنظمات النقابية. فالقانون المصوت عليه اليوم سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال، من خلال خاصة لا سيما مبدأ التنافس الذي أرسته أحكام هذا الأخير لبلوغ المستوى الذي يتطلع إليه المجتمع، إذ أن العمل النقابي في مواجهته للرهانات الكبرى بالنظر إلى التغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العميقة لعالم الشغل على الصعيدين الوطني والدولي. كما صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما. أعضاء مجلس الأمة صادقوا أيضا بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2020، وذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح جوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم اجتماعا للحكومة تضمن النقاط الآتية. في مجال العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، قدمه وزير العدل حافظ الأختام. وفي مجال الشباب والرياضة، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023. وأما في مجال النقل، فقدم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني. علاوة على ذلك، قدم أيضا الوزير عرضا يتعلق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وفي مجال المؤسسات المصغرة، قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الرامية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاح. في موضوع آخر وتزامنا والشهر الفضيل وقصد توفير منتوج متنوع من الخضر والفواكه بأسعار تنافسية، فتح سوق الجملة الجهوي بعين البيضاء بولاية قلمة أبوابه أمام تجار التجزئة لست ولايات مجاورة. كما تم إنشاء أول أرضية لتغليف وتوضيب المنتجات الفلاحية استعدادا لعملية التصدير. المتابعة مع نور الدين بن عبسة.
سوق الجملة الجهوي بعين بين البيضاء بولاية جنة، مكسب جديد لعرض الخضر والفواكه على اختلافها، ونقطة بيع جديدة مفتوحة أمام باعة التجزئة لعديد الولايات المجاورة. المرشي يعني الله يبارك، ربح للولاية وربح للبلديات ومصدر قوت يعني البلديات ياسر، كما عين بومبيضة بوشقوف لام قدان ولاية الله يبارك، حاكم سوقها راس، حاكم قالمة، حاكم نواحي ياسر. راهو عنده 20 يوم اللي يفتح السوق هذا، والحمد لله المشتري بدا يجي، بدا يخش السلعة، بدات تخش الأسوام، راهي اسواق تاع اسواق تاع منافسه، رانا قلت نجم نقول اسواق اخرى كيما نقولوا احنا السوق تاع النهبه ولا السوق تاع قالمه، قاعد نبيعوا باسعار طايحه عليهم خلاص. لانه سوق جمله هذا. نحن وش هو نحوسوا على التاجر برك، التاجر يدخل برك، نحن مازلنا ما تعرفناش، نتمنوا انه كيما نقولوا تعموا يعرفونا التجار ونبيعوا سلع يعني رحمه ربي الحمد لله. ويبقى المسعى المنشود توفير منتوج متنوع من الخضر والفواكه وبأسعار تكون في متناول الجميع بتقليص عدد الوسطاء المتدخلين. نقرب السلعة من المواطن وننقص أقصى حد يعني المتدخلين ليزانترميديير اللي يدخلوا في الشبكة ولا في السلسلة، باش على الأقل ننقص من النسب اللي راه ياخذوها هؤلاء المتدخلين. وهنا اليوم خذينا قرار مع مسؤولي المؤسسة على أنها تكون هذا الفضاء تصرف في التحويل، يعني الكونديسيونمون لومبالاج لو كاليبراج على الاقل باش نقدر نصدر سلعنا. وبانجاز مخبر مراقبه الجوده وقمع الغش الجديد بقالمة سيزيد من حمايه وامن المستهلكين بواسطه الكشف بالتحاليل والاختبارات، ينتظر فقط فتح مناصب شغل في اقرب الاجل. وشهر رمضان فرصة للعائلات المنتجة وللمرأة الماكثة بالبيت للترويج للمنتوجات المحلية ضمن معروضات السوق الجوارية بمركز المعارض بولاية تلمسان. صفيان مقنين. في السوق الجواري بمدينة تلمسان تم تخصيص فضاء خاص للأسرة المنتجة والمرأة الماكثة في البيت، وذلك لعرض منتوجات محلية من مختلف الأنواع بمناسبة الشهر الفضيل. احنا العائلة منتجة، الأب والأم والإخوة، شاركنا عام اللي فات وعجبتنا الحالة وسوقنا للمنتوج تاعنا، عاود حبينا هاد العام نعاودو تجربة. حنا مدابية البنات مات اليوم، النساء اللي قاعدين في الدار ماكيتات في البيت يخدموا ويوروا الخدمة تاعهم وينتجوا، كون حتى ما نربحوش عندنا أنا منين نشارك هكا عندي الدنيا وما فيها. خطرة من بيش خطرة من بيش وعندي الربح عندي الدنيا ما فيها كاين اختي. يعني المرأة الريفية، المرأة اللي ما عندهاش وسيلة كيف توصل المنتوج تاعها إلى المجتمع، دورنا كجمعية ناخذ المنتوج من هذه السيدات ونشاركوا بهم في المعارض ونحط تحت الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه الأسر. المبادرة التي أشرفت عليها مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية تهدف لإيجاد مدخول إضافي طيلة الشهر الكريم لهذه العائلات. الهدف الأول هو التعريف بالمنتجات الموجودة على مستوى الولاية، وكذلك تكون هناك مداخيل لهذه الأسرة، على الأقل يكون هناك عمل ثابت، والتعريف بهذه المنتجات الموجودة محليا. العمل اليدوي والاعتماد على المهارة الذاتية والحرفية يوفر للنساء والعائلات المشاركة في هذا المعرض فرصة لعرض منتوجاتهم وتسويقها وتشجيعهم على الاستمرار في إبداعاتهم الحرفية. في الانشغال الصحي يعرف مستشفى عين الحمام وبوزغان بولاية تيزي وزو يعرف وتيرة متسارعة في أشغال الإنجاز مع التقيد بأجال استلامه ووضعه حيز الخدمة، يقول الأخضر كعوان. مستشفى عين الحمام واحد من المشاريع الهامة التي ستضمن التكفل الصحي الأمثل بالمرضى مع توفر عدة تخصصات طبية. الزوين الغاشي واللي يضرح نندن يضن دقي قربها انت ولا تدار زيت الدوك يقربها سن السنين نعطيه نصحة نيدو لا يقنا يدي خمنا الوبيطال كونك خدم اللي جو بيطال مكوية عنده يلاق قربنا الغاشي غاليودو سوين روح عرضة لموايان دقيسة دي لموايان والزوين الغاشي. بطاقة استيعاب 60 سريرا المستشفى يأتي ليعزز المنظومة الصحية بالولاية بعدما عرف توقفا في أشغال إنجازه لتستأنف وبوتيرة متسارعة بعد رفع جل العراقيل.
عرفنا مشاكل أهمها الكوفيد 19 اللي عرفناها كامل، وعرفنا مشاكل تقنية ثاني، بصح دوكا رانا نديرو كاع المجهودات تاعنا باش نستلموا المشروع في الأجل. تم رسم على مستوى المديرية ورقة طريق لتحيل المخططات التي كان فيها بعض العراقيل التقنية. نسبة الإنجاز هي نسبة راهي تفوق 70%، تسليم ليكون إن شاء الله في أواخر العام 2023 على أقصى التقدير في أوائل 2024. يعرفوا المشروع ربط كامل بمختلف الشبكات، منها شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب وكذلك شبكة الطرقات. مستشفى بوزغان هو الآخر يعرف وتيرة متسارعة في أشغال إنجازه، والذي سيجنب الساكنة ضرورة التنقل خارج الولاية طلبا للعلاج. نفرح مليح مي يغد في كدولة لوبيتال ذاكيني بوزغان أتسافس مليح في موضان زيكني نروي ثنت من ساعة موضين يقيون ذي ديبلاسي 35 كيلومتر ماذي عزوهين دونك موضين إجمال يمسكو فريد إجمال الساكن فرح يعني من الصواب نسعى لوبيتال ذاك. الشركه تسترس اوكلي مويان باش نحبس انا ميم بو ريكوبيري ان شاء الله الروتار اللي زاني عدا. والمكسب هذا يوسع الخريطه الصحيه للولايه. مرافق صحيه هامه من شانها ترقيه الصحه العموميه وتخفيف الاكتظاظ الذي يشهده المستشفى الجامعي ندير محمد بولايه تيزي وسو. هذا وتحت عنوان المنظومة الصحية في الجزائر بين الأمس واليوم، نظم مركز المحفوظات الوطنية معرضا بالوثائق والصور حول قطاع الصحة. المعرض الذي جاء في إطار ستينية استرجاع السيادة الوطنية تخللته مداخلات لمؤرخين وباحثين في التاريخ ومختصين في مجال الصحة، كما تم عرض مختلف الوثائق والصور لأهم المحطات التاريخية التي مر بها قطاع الصحة منذ الاستقلال. بفضل المنظومة الصحية الجزائرية قضينا يعني على مرض شلل الأطفال في 2016، وهذا بوثيقة من المنظمة العالمية للصحة. قضينا أيضا على الكوزاز الوليدي والكوزاز عند المرأة، وأيضا على الملاريا في 2019، وكان قدمت لنا المنظمة العالمية للصحة جائزة يعني فيما يخص هذا القضاء في جنيف. وحاليا رانا يعني في صدى يعني قضاء على زوج امراض، هي الرمض الحبيبي يعني التراكوم والبيلارزيا البيلارزيوز ايروجينيتال. هذو راهم في يعني ان شاء الله قبل ما انتهاء 2023 يكون القضاء عليهم بوثيقه من المنظمه العالميه للصحه. في مجال التعليم العالي وقعت اليوم جامعة هواري بمديا للعلوم والتكنولوجيا والمدرسة الوطنية لأساتذة الصم والبكم وقعتا اتفاقية توأمة تهدف إلى توطيد التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مختلف تخصصات البحث العلمي، إضافة إلى تنظيم ملتقيات وندوات وورشات عمل مشتركة بين المؤسستين التعليميتين. تجسيدا لتعليمات وتوجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يحث على تفتح الجامعة وأن تكون هناك علاقات وطيدة بين مؤسسات التعليم العالي، بحيث ستسمح هذه الاتفاقية بالتعاون في المجال العلمي الطلابي بين الطرفين. اتفاقيات يعني هنا تكون مرافقة يعني لمرافقة جامعة هواري بومدين لهذه المدرسة، خاصة في الميدان يعني ميدان العلوم والتكنولوجيا. في الذاكرة الوطنية وفي شهر الشهداء، نظمت اليوم جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد منتدى الذاكرة بعنوان شهداء رموز بلا قبور. المنتدى عرف حضور عدد من المجاهدين وأبناء الشهداء وأساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.
في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عملية منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 5 قنابل خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 41 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 18 قنطارا و 76 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 63,730 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باجي مختار وإنجزام، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 87 شخصا وضبطت 33 مركبة و84 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط وجهازي كشف على المعادن وطنين من خليط خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 18 شخصا آخر وضبط بندقيتي صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، والمضاربة تقدر ب 367 طنا و 17 قنطارا من مادة التبغ و 72 ألف وحدة أو وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 147,485 لترا بكل من برج باجي مختار سوق هراس الطارف وتبسع. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 177 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 928 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا: الشركة الصيدلانية الجزائرية سوفال بوهران استثمار واعد في صناعة الأدوية ونموذج هادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي. والآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية. مساء الخير حفصة. أهلا إبراهيم. إذن مشاريع استثمارية واعدة في مجال صناعة الصيدلانية بوهران يعول عليها لتقليص فاتورة الاستيراد. فعلا إبراهيم، والشركة الصيدلانية الجزائرية سوفال دليل على ذلك. تفاصيل أوفى بعد الفاصل. بداية، وكما ذكرنا قبل قليل، تعد الشركة الصيدلانية الجزائرية سوفال بوهران نموذجا حيا واستثمارا واعدا يسعى لتغطية السوق الجزائرية واحتياجاتها من الأدوية، ما جعلها تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد. صوفيا العجون. خبرة تجاوزت 25 سنة مكنت شركة صناعة الأدوية الصيدلانية الجزائرية بوهران من تحقيق خطوات متقدمة في مجال صناعة الأدوية الجنيسة. عندنا قدرات إنتاج حوالي 40 مليون علبة سنويا في اختصاصات عديدة. عندنا نصنع حوالي 70 دواء في المضادات الحيوية، خاصة من الجيل الأول والثاني والثالث، أي لسيفالوسبورين وليكورتيكويد. قدموا حوالي 16,000 قارورة في مدة 8 ساعات، أي ما يعادل 48 قارورة في ظرف 24 ساعة. عملية إنتاج الأدوية تمر بعدة مراحل وعبر تقنيات حديثة من أجل الحصول على منتج ذو جودة عالية. نبدأ من المواد الأولية من اللي يدخلوا عندنا، نديروا لهم الوزن، نديروا حنايا الخليط. عندنا آلات متخصصة في هذه الصناعة. الوحدة رقم 6 تختص هذه الوحدة في إنتاج الأدوية التجميد المجفف والسائلة من صنف المضادات الالتهاب الستيرويدية، وتعمل هذه الوحدة بطاقة استيعاب تقدر ب 30 جرعة سنويا، وتعد هذه الوحدة الأولى من نوعها وطنيا، وتدخل حيز الخدمة إن شاء الله في الثلاثي الثاني من 2023.
لدينا اليوم أكثر من 70 منتجا في السوق، ونحن الآن متبنين سياسة تسمح للدولة الجزائرية بتخفيض فاتورة الاستيراد. الوصول إلى الأسواق العالمية، رهان تعمل على تحقيقه هذه الشركة في أقرب الآجال. من بين الاستثمارات الواعدة بولاية بسكرة، مركب عصري لإنتاج المياه المعدنية ببلدية القنطرة دخل حيز الاستغلال مؤخرا، ليضاف إلى 4 مركبات أخرى جعلت من الولاية قطبا رائدا في المجال. المتابعة لمحمد زمولي. باحتضانها لخمسة مركبات لإنتاج المياه المعدنية، تحتل ولاية بسكرة الصدارة وطنيا في هذا الميدان. يعود ذلك للمقومات الطبيعية من وفرة المنابع وجودة مياهها. ومن بين المركبات التي أسهمت في نمو الاقتصاد المحلي، هذا المركب العصري الذي دخل الخدمة حديثا وأسهم في تشغيل اليد العاملة ببلدية القنطرة. بدينا بخط في 12,000 قارورة في الساعة سنة 2021، قمنا باقتناء خط ثاني للطاقة الإنتاجية نتاعه 24,000 في الساعة، وعندنا برنامج باش يطلع حتى ل 260 عامل، لأننا معولين باش نجيبوا خط ثالث إن شاء الله باش يكتمل المشروع. يشتغل المركب بنظام دوام كامل 24 ساعة على 24، أين تعبئ خطوط الإنتاج 30,000 قارورة من المياه العذبة الطبيعية في الساعة الواحدة. ولاية بسكرة ثاني تحتوي على أول مصنع هنا في بسكرة لإنتاج لي بريفورم، اللي هو المادة الأولية اللي باش يتسوفلاو القارورات هذو، دونك راهو موجود على مستوى ولاية بسكرة، وبالك بربي إن شاء الله في المستقبل راح يكون سيركوي انتجري، بمعنى البلاستيك في بسكرة، لي بريفورم في بسكرة، القارورة في بسكرة، المياه من بسكرة. العامل الحاسم في مثل هذه المركبات هو محيطه الطبيعي المحمي، والبعيد عن أي عمران أو مصانع يمكنها أن تلوث المياه الجوفية. للمركب مخبر لمراقبة جودة المياه. Premièrement, le prélèvement à l'émergence, puis deuxièmement, le réservoir de stockage, puis l'unité de production. نديرو l'autocontrôle تاعنا، les analyses microbiologiques pour garantir la qualité sanitaire de notre produit. استغلال مقومات الاقتصاد المحلي يمكنها أن تكون رقما فاعلا في دعم مصادر الاقتصاد الوطني. على الصعيد الدولي، توقع رئيس البنك الإقليمي التابع للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اقتراب الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي الكبير نتيجة الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة، مضيفا أن هذه الأزمة الائتمانية ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهو ما ترك المجال مفتوحا لكل التوقعات، خصوصا بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسجن شتر الأمريكيين. ونبقى مع التوقعات، حيث توقع البنك الدولي أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.2% سنويا بحلول 2030. ووفقا لتقرير البنك، فإن معظم القوى الاقتصادية المشكلة للقوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشي، مقارنة بالمعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2%. تراجع يقول الخبراء أن له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات، من بينها الفقر المستعصي. شهدت أسعار النفط الخام اليوم ارتفاعا ملحوظا للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من تزايد المخاوف بشأن نقص المعروض النفطي في الأسواق. فعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.51% إلى مستوى $78.97 للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.57% محققة $74 للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم مع زيادة الإقبال على الأصول إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية،
وانخفض الذهب في التعاملات الفورية ب 0.6%، مسجلة 1961 دولارا و 80 سنتا للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.5% عند مستوى 1963 دولارا و 11 سنتا للأوقية. ختام النشرة بصرف الدينار الجزائري أمام بعض العملات الأجنبية. ختام النشرة، عودة إليك إبراهيم. شكرا إليك حفصة. أما نحن قبل أن نختم، في الذاكرة الوطنية أحيت ولاية المسيلة الذكرى 64 لمعركة جبل تامر ضد الاحتلال الفرنسي التي استشهد فيها خيرة أبناء الوطن العقيدان السي الحواس وعميروش. يقول محمد بن لكحل: حطام طائرة عسكرية يشهد على ضراوة أعتى معركة شهدها جبيل تامر في 28 مارس من عام 1959 بسيدي محمد منطقة بوسعادة أرض الجهاد والتاريخ والأصالة. هذه الذكرى إنما نتحدث عن ثلة من المجاهدين واثنين من العقداء واثنين من الضباط برتبة رائد، وقعت لهم معركة مع القوات الفرنسية في هذا الجبل. عميروش ابن جرجرة إلى الحواس ابن الصحراء إلى عمر بن إدريس ابن الشرق، كلها كانت دماء ترسل في الجزائريين للحفاظ على وحدة بلدهم. المجاهد علي طيباوي المدعو مهيري صاحب 99 عاما لازم العقيدوس الحواس يستحضر أدق تفاصيل المعركة عبر منظار ميداني. كنت نشوف فيها مقابلتني، كنت في واحد الجبال يسموه كحيلة قبيلة الميمونة، كنت معي 7 أو 8 مجاهدين. مع الصباح صبحوا الطيارات يدوروا على جبيل تامر، احنا ما عندنا جيش في جبيل تامر، اشتابكوا وراح تكلم فيها الرصاص، قعد حتى الوحدة انتهى الأمر. حكموا سي عمر دريس حي مبليسي، وحكموا قويدر الطيبي بن بوعزة حي، وحكموا هذا حرز الله نبق. جيت تحت عرعرة وفتحت البوست، حكمت هذاك وضع فرنسا دايرة صوت البلاد، حكمت صوت البلاد يقول قوات الأمن الفرنسية راها قضات على الحواس عميروش جنوب سعادة ب70 كيلو. وفي الذكرى وقفة استذكار لبطولة الأشاوس. هذا الشهر أيضا ما ميزه هو ذلك الوفاء وذلك العرفان من الجزائر لصانع ثورة التحرير المباركة. فداء الجزائر روحي ومالي في سبيل الحرية. جبيل تامر من جبالنا الأشم شامخ يخلد للأبد معركة لن تمحوها الأيام، والخلود لشهدائنا الأبرار يحياهم الوطن. نختم بأجواء البرايم الأول من برنامج حديث الأرواح للتلفزيون الجزائري سهرة أمس، يتنافس فيه المشاركون على لقب التميز والتألق. يقول محمد عياشي: مستوى فني عالي أبرزه المتسابقون خلال البرايم الأول من برنامج حديث الأرواح في طبعته الثامنة. تجربة رائعة، واليوم كما اليوم إن شاء الله رانا في البرايم الأول راح يبدأ، دعواتكم وإن شاء الله راح تكون منافسة رائعة. لقينا الجو الإنشادي هيئنا كل المتطلبات من إقامة من الحقيقة الحمد لله رب العالمين. برنامج حادي الأرواح يعني برنامج هادف جدا، برنامج ذو كلمة طيبة، هذا السبب الذي يدع كل منشد يعني يحق له أن تسنح له فرصة بندخل هذه المدرسة، مدرسة حادي الأرواح.
تأطير المشاركين من طرف مختصون في المجال خلال الدورة التكوينية وتوفير ظروف التحكيم العادل هو ما تحرص عليه المدرسة. ركز مدرسة حادي الأرواح بصفة كبيرة على مجال الموسيقى والمقامات والطبوع الجزائرية وحتى العربية. انتقينا لأداء هذه المهمة أبرز وأهم الأساتذة المتكونين، سواء أساتذة كبار في مجال الموسيقى أو أساتذة منشدين معروفين على الساحة الوطنية وحتى العربية. وتبقى مسابقة حادي الأرواح أرضية لخلق الإبداع وتقوية روابط الصداقة بين المتسابقين. ختم النشرة، بقي لنا أن نذكر بأبرز ما ورد فيها. تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا وتكثيف الجهود نصرة للقضية الفلسطينية في صلب مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. مجلس الأمة يصادق على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ووزير العمل ينوه بدور المنظمات النقابية في مواجهة الرهانات الكبرى. وتابعنا في الشهر الفضيل استحداث أول أرضية لتغليف وتوضيب المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير عبر السوق الجهوية للخضر والفواكه بولاية جالما. نهاية النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.